4573، هذا فيما يتعلق بتحركات السوق السعودية حتى الآن. يوافق افتتاح السوق السعودي أيضا سوق عربية أخرى وهي سوق الأردن بورصة عمان ارتفاعات في الوقت الراهن بنقطة وربع النقطة إلى هذه الإغلاقات الأمس عفوا مشاهدين إلى حين افتتاح السوق كان قد أغلق على ارتفاع بنقطة وربع النقطة مستويات 2686. الجدير بالذكر أن السوق عمان سوف تقوم بتقديم التوقيت، أو ليست السوق ولكن المملكة الأردنية الهاشمية سوف تقوم بتقديم التوقيت بساعة فارق ساعة عن الوقت السابق، لذلك سيواكب افتتاح سوق عمان كذلك السوق القطرية ابتداء من جلسة الغد، أو حتى إذا كان التوقيت في مساء الغد سنواكبه في جلسة الأحد. نذهب أيضا في ذات الشأن افتتاحات الأسواق الأوروبية وتأثرها بما أغلق عليه الأمريكي وكذلك الآسيوي لجلسة هذا اليوم. يظهر جليا التراجعات، فوتس البريطاني تراجعاته بنصف النقطة، داكس الألماني ربع النقطة، أما كاكونانت الفرنسي في 17 النقطة المئوية. نعود مجددا إلى مراد. وننتقل الآن إلى ضيفنا في الرياض سيد محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية للحديث عن أداء السوق السعودي. سيد محمد مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير أخ مراد والأخت رولا والجميع الأخوة المشاهدين. مرحبا سيد محمد، بداية إذا ما تحدثنا عن السوق السعودي، أين ترى وجهته في الظروف الراهنة بناء على تداولات هذا الأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع الحالي هو وضع فيه مزيج ما بين التفاؤل والحذر والقلق من عمليات جني أرباح. السوق خلال الأيام القليلة الماضية حاول بناء مسار صاعد ثانوي في وقت لا يزال المسار الرئيسي مسار هابط، لكن بشكل عام إذا ما رأينا تحرك السوق من منظور يعني زمني أطول، يعني إذا ما نظرنا الأداء السوق على مدى شهور أو سنوات نجد أن السوق فعلا بدأ يأخذ مسار أفقي، يعني بشكل عام بعد الهبوط الحاد اللي شهدناه خلال 6 شهور أو 7 شهور الأخيرة. لكن طبعا من المبكر أن نقول أن بدينا يعني نأسس يعني كقاعدة سعرية عند هذه المستويات، أو حتى من المبكر أن نقول انتهينا من الهبوط، لكن للأمانة هناك بعض يعني الإشارات الإيجابية بدأت تظهر في الأسواق وبدأت تخلينا نعيد النظر ونعيد الرؤية مجددا إلى واقع السوق، خصوصا أن بعد ظهور يعني عدة خطط لتحفيز الاقتصاد على مستوى العالم، ثبات أسعار البترول فوق مستويات الـ50 دولار لعدة أيام على الرغم من عدم إقرار منظمة أوبك لتخفيضات في الإنتاج، كل هذه أعطت إشارات إيجابية. طبعا في الجوانب الأخرى استقرار نسبي نوعا ما وارتفاع بسيط في أسعار البتروكيماويات، في بوادر إيجابية في أرباح البنوك، يعني مختصر الكلام في يعني بعض الإشارات الإيجابية في الحقيقة، وهذا يعتبر مؤشر ممتاز يعني في هذا الوقت، وتعطينا نوع من التفاؤل القصير المدى على الأقل أننا ممكن المرحلة القادمة نشهد فيها نوع من الثبات والمسار الصاعد، قد يتخلل طبعا بعض عمليات الجني الأرباح. لكن طبعا فيما يتعلق بأداء السوق هذا الأسبوع، السوق طبعا حقق ارتفاعات جيدة لثاني أسبوع على التوالي. الجيد في جلسة اليوم والأمس تقريبا السوق يعني اختبر نقاط مقاومة مهمة فوق مستوى 4550، اختبر حتى مستويات فوق 4600، وتحديدا اختبر المتوسط المتحرك البسيط للخمسين يوم اللي تقريبا عند مستوى 4640، وأعطى نوع من الفرصة لجني الأرباح طبيعي هذا لمرحلة التأسيس. أعتقد أن السوق الآن بيحاول التهدئة خلال جلسة اليوم، أعتقد أنها حتكون الذبذبات ضمن نطاقات ضيقة نسبيا، يعني لن تكون بنفس النطاق اللي كنا فيه يوم أمس على سبيل المثال، لكن أعتقد بإذن الله تعالى أنه حيكون نسب تذبذب ضيقة جدا، وهذا حيكون واضح من خلال الإغلاقات اليوم اللي تعتبر إغلاقات أسبوعية، ونأمل بإذن الله أن يكون الإغلاقات في أحسن الحالات على الأقل أنه فوق مستوى 4550 حتى نكون مطمئنين بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن الفرص المتاحة حاليا في السوق السعودي، أين ترى مكامنها أكثر شيء؟ في أي القطاعات؟ سؤال رائع جدا مراد، لأن في الفترة الأخيرة يعني في الشهور الأخيرة مستويات التقييم حصل فيها تغييرات جذرية على مستوى العالم، يعني وليس على مستوى الأسواق الخليجية والأسواق السوق السعودي تحديدا، يعني مع انخفاض أرباح الشركات وبتحقيق بعض الشركات لخسائر حول العالم أنا أتكلم، ارتفعت مكررات الربحية بشكل كبير جدا. يعني قبل 4 شهور أو 5 شهور كانت مكررات الربحية كانت لا تتجاوز 10 مضاعفات، وفي بعض الأسواق لا تتجاوز 6 أو 7 مضاعفات.
الآن اللي حصل أن في الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية والآسيوية ارتفعت مكرات الربحية إلى مستويات تجاوزت 30 مضاعف، وفي بعض الأسواق أكثر من 40 أو 50 مضاعف. في الوقت اللي الأسواق الخليجية والسوق السعودي تحديدا ظهرت في مستويات تقييم رخيصة جدا بالمقارنة مع الأسواق المالية العالمية. يعني مثلا السوق المالية السعودية احنا اليوم نتكلم عن مكرات ربحية بحدود 18 19 إلى 20 مضاعف. الأسواق الخليجية الأخرى نفس الطريقة، يعني قريبة جدا من هذه المستويات التقييم. ما يطمئن في ظل هذه المعطيات أن أسعار الفائدة انخفضت إلى مستويات قريبة من الصفر يعني أو تحت 1%، وهذا بدوره يعني عطى مؤشر إيجابي أن على الرغم من انخفاض أرباح الشركات وتحقيق بعضها لخسائر، لم نشهد عمليات تصحيح عنيفة جدا كما حصل قبل 3 شهور مع الأزمة يعني اللي كانت من خلال إعلان إفلاس ليمان برادرز وغيرها. وبالتالي بدأت العملية تعيد النظر الآن، وبدأوا يأخذون في اعتبارهم مكرات الربحية المستقبلية. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى مكرات الربحية الحالية للسوق عند مستويات 20 أو قريبة منها، تعتبر بالحقيقة رخيصة على مستوى العالم. الآن وين الفرص موجودة في السوق السعودي؟ وجهة نظري أعتقد على مستوى الشركات القيادية موجودة في القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، لأن أعلن عن نمو جيد في ربحية القطاع المصرفي. طبعا لن نناقش الأسباب يعني لأنها أسباب يعني تفصيلية وحتأخذ بعض الوقت، لكن أعتقد أن القطاع المصرفي حيلعب دور كبير في المرحلة القادمة. قد يكون هناك ضغط نسبي على القطاع البتروكيماوي بحكم أنه ما زال يعني يعاني من ارتفاع قيمة المخزونات عليهم، وهذا يحتاج بعض الوقت حتى يقدرون يصرفون المخزونات اللي طال عليهم بأسعار أعلى من أسعار المبيعات. لكن على مستوى الشركات بشكل عام المتوسطة والصغيرة، أعتقد أن هناك كثير من الفرص إذا ما أخذنا في الاعتبار مستويات التقييم وأخذنا في اعتبار توقعات الأداء خلال 2009. والأمر يحتاج إلى تمحيص أكثر سيد محمد الاقتناص، هذه الفرص. أدعوك لتوقف مع آخر تطورات السوق السعودي والتي تطلعون عليها رولا، ثم نستكمل حديثنا سيد محمد. سنمحص أكثر إذن يا مراد في السوق، ونذهب الآن مباشرة إلى تحديث الأرقام. السوق السعودي المؤشر يأتي بتراجعات ب 44 نقطة، 19 نقطة مئوية أو ما يقرب النقطة يفقدها، ومستويات 4540. ما تزال رغم هذه التراجعات السوق ميالة إلى التماسك نوعا ما، لأنه لو كانت عملية جني أرباح قوية بحسب ما ذكر المحللين ستأتي دفعة واحدة بأكثر من 100 نقطة تراجعات، ولكن هنالك حالة من التماسك ورغبة في الاحتفاظ بالمكاسب الأخيرة. الإسمنت، قطاع الإسمنت يأتي بتراجعات 0.2%. الطاقة رفق الخدمي نصف النقطة. الصناعات البتروكيماوية أيضا هنالك تراجعات بنقطة وعشرية. البنوك تراجعات ب18 أيضا حزمة من هذه القطاعات نأخذها. التأمين تراجعات بنصف النقطة ونصف النقطة كذلك الاتصالات، التشييد والبناء حدود النقطة المئوية خسائره. أما شركات الاستثمار المتعدد فتأتي بتراجعات نقطة وعشرية النقطة المئوية. النشاط في السوق السعودي وخاصة إذا ما كانت القيادية تتحرك به، نتحدث عن إعمار المدينة الاقتصادية تراجعات كقيمة سوقية بنقطة وعشرية النقطة، أحجام تداول بحدود 1.5 مليون سهم. لدينا مصرف الماء أيضا يأتي من ضمن هذه القائمة كالمعتاد ب1.5 مليون سهم. اتحاد عديب أيضا تراجعات عملية جني أرباح للسهم الذي نجح منذ إدراجه في تخطي عتبات المتوقع له، ويرتد الآن تراجعا إلى نقطة مئوية وأحجام تداول تصل إلى حدود 1.5 مليون. كذلك مسك على تراجع ولكن أحجام تداول تعتبر متوسطة 600,000 سهم. زين السعودية تأتي في استقرار كقيمة سوقية وتداولات بنصف مليون سهم. نذهب إلى الأسهم الرابحة في السوق السعودية. إسمنت الشرقية إلى مستوى 43.60 ريال. هل الارتفاعات للسهم ب2.13 النقطة المئوية ترافق مع أحجام تداول ضعيفة. الاتحاد التجاري يأتي مرتفعا بحدود النقطة المئوية. النقل البحري بنصف النقطة. الخليج للتدريب 14 والأهلية ب13. لا توجد حتى في قائمة الأسهم الرابحة أي من الأسهم التي تتصدى حتى حاجز 3% في ارتفاعاتها. طباعة والتغليف تأتي على رأس أكثر الأسهم تراجعا، يفقد حدود 7.17 نقطة. إسمنت السعودية كذلك البنك الهولندي العربي الوطني والبلاد وحال القياديات. لدينا الراجحي ضغط وجني أرباح إلى 0.5 النقطة. لدينا سامبا متراجع ب17، الفرنسي 2 نقطة، وسابك ب1.5 النقطة المئوية. هذا فيما يتعلق بالقطاعات المتعددة وأدائها في السوق. ونعود الآن إلى ضيفنا من الرياض السيد محمد العمران، وسؤالي لك ضيفي فيما يتعلق اليوم باتجاهنا نتحدث عن قطاع السياحة، وكان هذا القطاع في السوق السعودية يتحرك منفردا في حال تراجع السوق كان يأتي على ارتفاع. هل لك أن يعني بعيدا عن قطاع المصارف الذي أشدت به، أن تعطينا نبذة الحقيقة عن دور هذا القطاع وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي السعودي؟ طبعا هو قطاع لسه ناشئ، يعني قطاع النشاط السياحي بشكل عام قطاع حديث التطوير والتنظيم. طبعا هيئة السياحة تلعب دور كبير في
تنظيم هذا القطاع ودعمه بكافة الوسائل. طبعا فيما يتعلق بالسوق لا توجد إلا شركتين فقط يعني تكونان هذا القطاع، شركة الفنادق وشركة شمس. وإذا ما نظرنا تكوين هذه الشركتين نجد شركة تعتبر جيدة من حيث الأصول ومن حيث التقييم والنمو اللي هي الفنادق، وشركة تعتبر صغيرة وسهم مضاربة بالدرجة الأولى وتعاني من مصاعب في تحقيق أرباح على مدى سنوات طويلة، وبالتالي في تباين كبير في مكونات المؤشر، ومن الصعب ان نحكم يعني مثلا في الفتره الاخيره لاحظنا ارتفاعات يعني قويه جدا شاهدها سهم شمس تحديدا، وبالتالي اثر على القطاع بحكم انه مكون من شركتين. وانا اعتقد يعني من الخطا اننا نقيم اداء القطاع على اساس شركتين، يعني لو كانوا اكثر من اربع او خمس شركات كانت يمكن التحليل كان يمكن يكون اكثر مصداقيه واكثر عداله. ولو ان القطاع واعد جدا في السوق السعودي صحيح، لكن طبعا السياحه الدينيه لكن استاذ محمد ما في شك ان عفوا عن المقاطعه، كنت اريد ان اسالك فقط استكمالا للموضوع الذي كنا استهل او كنت بدات الحديث عنه قبل قليل، ما يتعلق بالفرص المتاحه في السوق السعودي، ما هي افضل المعايير لانتقاء هذه الفرص في الظروف الراهنه؟ في دقيقه لو سمحت. يعني من أكثر المعايير أهمية طبعا مستويات التقييم والنمو والمحفزات اللي موجودة في الشركات من خلال يعني فتح خطوط إنتاج أو رفع رأس مال من خلال اكتتاب يضيف إلى القيمة قيمة حقوق المساهمين. كل هذه المعطيات لازم المستثمر يحطها في الاعتبار يعني، ويجب أن ينظر دائما إلى المستقبل أهم من الحاضر والحاضر أهم من الماضي وهكذا، وبالتالي الفرص موجودة. يعني لابد أن ينتقي الشركات اللي تعتبر رخيصة نسبيا، اللي عندها نمو متوقع جيد جدا، عندها محفزات من خلال فتح خطوط إنتاج أو الدخول في أسواق جديدة أو غيرها من المحفزات اللي تدعم من أداء الشركة. وأعتقد أن الفرص معروفة، يعني المهم أنه يبتعد عن الشركات اللي يعني تنطوي على مضاربات بحتة، شركات ضعيفة الأداء، هذه الواحد المفروض يتحاشاها بكل الأحوال. واعتقد ان الشركات يعني معروفه لشريحه كبيره من المتداولين والمستثمرين، لكن طبعا يبغى لها العمليه انتقائيه ويبغى لها صبر ايضا، ان الواحد لازم يكون عنده فيجن او عنده رؤيه بعيده المدى حتى يقدر يتخذ قراره بناء على هذه المعطيات. نعم، سيد محمد العمران عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه، كنت معنا من الرياض، نشكرك جزيل الشكر للتواجد معنا واثراء حلقتنا لهذا اليوم. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، وابقوا معنا في البوصله، نعود اليكم بعد الفاصل. الأسهم السعودية برعاية سامبا تداول، الوسيلة الأذكى للتحرك في سوق الأسهم. شريط المعلومات برعاية المجموعة المالية هرمس إيفا الكويت. تكنولوجيا المياه من جي إي تقوم بمعالجة مياه البحر وتنتج ملايين الجالونات من المياه النقية يومياً. عندما نسخر إبداعنا لن تكون الأفكار الأمر الوحيد الذي يتدفق بغزارة،